واحد بس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ها يا أخوان، نعم الشيخ، أخذنا معرفة دين الإسلام بالأدلة، عرفنا الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة البراءة من الشرك وأهله، وأخذنا مراتب الدين الثلاثة، قلنا الإسلام خمسة أركان والإيمان ستة أركان والإحسان ركن واحد، تمام غيره. نعم الشيخ، الأدلة الإسلام والإحسان والأدلة الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل. حديث جبريل عليه السلام فيه الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وذكرنا فيه أن طالب العلم يؤدي حقوق ستة، حلي الطالب العلم مع نفسه مع زميله ومع المكان ومع الكتاب ومع الشيخ ومع العلم. نعم. تعريف الإسلام. تعريف الإسلام هو الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك أو الوسطية. طيب، وسطية أهل السنة، وذكرنا وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين. أخذنا معنى شهادة لا إله إلا الله، معنى شهادة لا إله إلا الله، قلنا لابد في شهادة لا إله إلا الله من ركنين، نفي وإثبات، كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا معبود بحق، نافيا جميع معبد من دون الله، مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له. نعم. الإيمان، في تعريف الإيمان لابد من ضوابط خمسة حتى نكون على تعريف أهل السنة والجماعة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص. تمام. نعم يا أخي، الإيمان بالله قلنا يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بوجود الله، ودل على وجود الله أدلة كثيرة، ممكن أن نجمل الأدلة في أدلة أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. نعم. نعم يا أخي، الإحسان له شرط واحد يتضمن مرتبتين. قلنا الإحسان ركن واحد، وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. تمام. نعم أخي، مقتضى شهادة أن محمدا عبد ورسوله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقلنا لابد في الشهادة أن نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، فهو أعبد الخلق لا طريق إلى عبادة الله عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وهو عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية لا يعبد، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. فالذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد، صح؟ والذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول، فلا بد أن نجمع له بين العبودية والرسالة عليه الصلاة والسلام. نعم. القدر على أربع مراتب، القضاء والقدر قلنا أربع: علمه، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم غير. نعم أخي، نعم، الدليل حديث جبريل، وهذا قلنا من أمهات الدين ومن الأحاديث المهمة التي لابد أن طالب العلم يحفظ هذا الحديث ويضبط ما فيه. ذكرنا شرح أركان الإيمان، قلنا الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، عالم غيب خلقهم الله من نور، يطيعون الله ويعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، نؤمن بهم وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والأعمال التي وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنه. والإيمان بالكتب، نؤمن به بأنها كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، نؤمن بجميع الكتب وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب،
القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى عليهم الصلاة والسلام، هذه الكتب التي علمنا أسماءها. وقلنا الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبيد لا يعبدون، رسل لا يكذبون، أن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة، نصح الأمة، وبلغوا جهاد في الله حق جهاده نؤمن بهم وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم، وأن أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. تمام. والإيمان باليوم الآخر، قلنا الأيام خمسة أو المراحل خمسة، والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لابد أن نعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمورا منها. أولا نسبه، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. هل هو نبي أو رسول؟ هو نبي ورسول. نبئ، لا أحد يتكلم، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لو قال قائل أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، تقول نعم صحيح، هذا أول ما نزل عليه وهو رسول، وأول ما نزل عليه وهو نبي الخمسة الآية الأولى في سورة العلق، فهو نبي ورسول. إلى من أرسل؟ إلى العرب فقط. لا أحد يتكلم، أخواننا خلوا هذا يتكلم معي. أرسل عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس عموم الرسالة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة بل إلى الثقلين. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر، كائنا من كان، يهودي، نصراني، مجوسي، صحيح؟ أي نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس، فكل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر، سواء كان يهودي أو نصراني. أصلا الذي يتبع موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى عليه الصلاة والسلام حقا لابد أن يتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بشروا وأمروا أتباعهم إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به. نعم، فهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه مسألة مهمة جدا إخوان. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الشرائع التي كانت قبل، وقال اليهود والنصارى الذين في زمن بلغتهم الدعوة لم يؤمنوا به كفار. تقرأ ماذا تقرأ كل يوم؟ تقرأ سورة الفاتحة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ غير المغضوب عليهم. يهود ونصارى ما آمنوا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل، صرح وهو أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، هو صادق بلا قسم عليه الصلاة والسلام، لكن أكد الكلام بالقسم، وهذا أسلوب عربي معروف. قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لكان من أهل النار. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من أوتوا الكتاب؟ يهود ونصارى، مفهوم؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. في آخر الآية ماذا قال؟
فإن تولوا يعني أبوا الإقرار بهذا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون وغير المسلم كافر، مفهوم؟ نعم. أدلة كثيرة أخواننا ولا شك في هذا مسلم، تمام. إذا بعث إلى الثقلين الجن والإنس، ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ من يعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو إلى ما دعا إليه النبي؟ يدعو إلى توحيد وينذر عن الشرك، تمام. هل هذا الدين كمل أو الدين بقي منه شيء؟ هاي دين النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل أو ممكن نضيف إلى هذا الدين شيء؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تمام. إذن هذا الدين ما يستطيع أن يضيف أحد إلى هذا الدين شيء، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن هذا دين كامل، مفهوم؟ وقال كعب الأحبار لعمر رضي الله عنه آية في كتابكم نزلت لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. إذا هذا الدين كامل، ما يأتينا واحد يقول والله رأيت في المنام أن نصلي العشاء 5 ركعات، ما عندنا منامات تشرع، التشريع كتاب وسنة، مفهوم؟ منامات وتعرف اليوم يوتيوب وقال جاءني كذا وأوحى إلي، ما في وحي، أعوذ بالله، وحي انقطع الوحي بماذا؟ بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى أن ينزل عليه الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ والله كاذب وكافر كفرا أكبر، مفهوم؟ ما تظن أن تمشي في الطريق ينزل عليك الوحي، هذا معتقد أهل السنة والجماعة ولا طاغوت كان، صح؟ تمام. إذا رؤى منامات إذا لها أصل في الشرع يستأنس بها، مفهوم؟ حتى ولو كانت من شيخ الإسلام ابن تيمية، لو شيخ الإسلام ابن تيمية رأى رؤية موافقة للشرع يستأنس بها، نعمل ليس للرؤية، نعمل لأنه عندنا أصل، لكن لو خالفت إيش نصنع؟ نلقي بها عرض الحائط، هذا دين، مفهوم؟ أي نعم. فما يأتينا واحد يقول والله رؤى منامات، هذا ليس بدين أصبح. إذا كان رؤى منامات كل واحد اخترع لنا اختراع، مثل ما تسمع اليوم قال والله عندي دعاء وكذا وعندي كذا، وإذا قرأت هذه الآية 10 مرات أو 20 مرة يحصل لك كذا، وإذا أردت اليوم أشياء رغمات يا رجل مشاهدات بالملايين، قال إذا أردت أن تعرف أن الله يحبك أو لا اصنع هذا الحركة. إيش هذه الحركة؟ أعوذ بالله، من أين لكم هذا؟ من يوتيوب؟ نعم، قل من يوتيوب جوجل، اجلس. نعم، اعوذ بالله، نسال الله العافيه والسلام يا اخواننا. والله هذه اشياء إذانا بقرب الساعه والدجال، اي نعم، مشكله هذه. يعني اصبح الخبر، اصبح كذا، اصبحت الاشاعات، اصبح الشركيات تنتشر، نسال الله العافيه والسلام. اذا لابد نحذر من هذه المواقع، نحذر من هذه الاشياء، لان هذا الدين كامل وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى. طيب، دعوته وبعثته وهجرته عليه الصلاة والسلام، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى الطائف أو من مكة إلى الحبشة؟ إلى المدينة، تمام. هذه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر المؤلف، ماذا ذكر غير هذا؟ متى وأين فرضت الصلوات المفروضة 5؟ فرضت بمكة قبل الهجرة 3 سنين، نعم. طيب، إذن هذه أمور لابد تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا، كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقن السورة وكما كان يلقن التشهد، يعني يلقن الأولاد إيش؟ يقول اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مثلا، يقول هو نبي الأمة، رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، أنزل عليه القرآن، بعث إلى الثقلين الجن، وهكذا يلقن الولد تلقين حتى إيش؟ يضبط هذه الأمور وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، مفهوم؟
أي نعم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم نعم أو لا؟ نعم. سبحان الله يا أخوانا، قلنا ما لسنا في سوق الخضار، اللي عنده إجابة يرفع أسفعه. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أوقف. نعم. نعم، يقول لا نشك في هذا. الصحابة رضي الله عليهم، هل يعقل أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وحي؟ لا، مات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بشر، يلحق ما يلحق البشر، صح؟ حتى أجمعت الأمة على موت عليه الصلاة والسلام لأنه يموت كما يموت البشر، صح؟ أي نعم، مات عليه الصلاة والسلام، تمام. وبعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى له هذا الدين، نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، اجلس، تمام. بعد هذا ذكر المؤلف ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر في الخاتمة، خاتمة الكتاب ذكر شيئا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وذكر الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وذكر الهجرة من بلد ها؟ عندنا الهجرة يقول الأخ ثلاثة أقسام، هذا الشيخ يقول عندنا هجرة من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت بماذا؟ بفتح مكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من إيش؟ من مكة إلى المدينة، وهذا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لا يمكن تعود بلد كفر، وهذا من نعم الله، مفهوم؟ هذه رقم كم؟ هجرة رقم واحد، من مكة إلى المدينة، هذه انقطعت بفتح مكة، تمام. الهجرة الثانية من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه باقية لقيام الساعة، لكن يقول عندنا بعض الناس غير وأصبحت الهجرة من بلد الإسلام لبلد الكفر، ويسمونها هجرة، يسمونها بغير اسمها، صح، تمام. هذا إيش؟ رقم كم؟ اثنين. عندنا الثالث أن تهجر ما حرم الله، تهجر ما حرم الله، الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، هذه أدنى مرتبة، مفهوم؟ إذن هجرة كم؟ ثلاثة أقسام، هجرة مكة لمدينة انقطعت فتح مكة، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهجرة تهجر ما حرم الله، وهي باقية قال إلى قيام الساعة، تمام. ثم ذكر الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ من أحسن أو من أنفع ما قيل في تعريف الطاغوت ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال أن الطاغوت هو ما تجاوز من الطغيان، إن لما طغى الماء، يعني إيش؟ تجاوز الحد، الطاغوت هو ما تجاوز بالعبد حده، من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده، حدك تعديته بماذا؟ من معبود، عبد غير الله، عبد أحجار وأشجار، أو متبوع علماء وأمراء، لكن خرجوا عن طاعة الله، خلاص؟ نعم، من معبود أو متبوع أو مطاع، يعبد أحجار وأشجار، إذن جعلها طواغيت، أطاع العلماء في معصية الله فقد جعلهم حتى وإن كان هم ليسوا طواغيت، تمام. ما تجاوز بالعبد حد، من معبود أخذ يعبد الأحجار والأشجار، متبوع علماء سوء، مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية، الطاعة في المعروف، تمام.